احنا دائما نهتم بالمواضيع المهمه، المواضيع اللي تهم المواطن العراقي واللي ممكن انه احنا نحاول نعالجها بشكل بسيط عن طريق صباح وسمر الصباح. من بين الامور المهمه اللي دائما ما تقع على عاتق المواطن، وخاصه المواطن الكاسب اللي دائما ما يحاول انه عن طريق هذه المهنه البسيطه انه يلقي يعني مشي بيسد رمق الحياه. فالاجارني المحلات اللي هي من المشاكل اللي اكيد يعاني منها اغلب الكساب بمجتمعنا وبمجتمع العراقي، خاصه هو غلاء الاسعار للمحلات التجاريه اللي ممكن انكم تنعكس ايضا على شراء المنتجات الغذائيه وشراء المنتجات داخل هذه المحلات. يعني مشكلة ممكن أنه نلقي هواية من الناس يعانون من أدها، مشكلة أنه ممكن نحاول قدر الإمكان أنه بتعاون بيناتنا أنه إحنا ممكن أنه نقدر نحلها. غلاء الأسعار للمنتجات وغلاء أجار المحلات التجارية. يعني لسان حال أبو الشخص اللي مأجر المحل يقول لك أنا مين أتلقاها؟ أتلقاها من أبو المال، أبو الملك، إيجارات جدا مرتفعة، لو من أسعار الكهرباء المولدة جدا مرتفعة، لو حتى من بعض الضرائب اللي تفرض على أصحاب المحلات. يطلب أصحاب المحلات أنه يصير أكو تسعيرة معينة، يعني يصير أكو هناك تقسيم لهذه المحلات. مثلا المحل اللي مساحته هلقد إيجارة هلقد، مو أبو المال اللي يتحكم بالموضوع. عفية بالضبط، لأنه الموضوع صحيح. التجاري فعلا دي يصير، يعني المحلات هي تعتبر تجارية. المحل التجاري كل شيء يختلف عليه، يعني ممكن تلاقين إيجار بيت 200 متر مثلا نقول 500 ألف، المحل يمكن يكون 40 متر بس إيجاره مثلا مليون. الشاب نفس الشكل، تشوفين الفرق؟ فيقول لك مثلا بالمحل أنا بالشهر أشيل للإيجار هلقد، وللكهرباء هلقد، وللمولدة هلقد، وللمثلا النظافة وهاي الأمور هلقد، وللعاملين بقى يبقى عاملين بهذا المحل. فأنا ما لحق حتى إيش راح يطلع لي يعني ربح. فهاي من الامور اللي يعاني من عندها المواطن بتكريت وبمحافظه معظم يعني مناطق محافظه صلاح الدين. راح نتابع هذه الجوله اللي عدت لنا من تكريت، وشكرا اكيد لكل العاملين بمكتب قناه سامراء في تكريت، ولنا عوده. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه سامراء الفضائيه، جوله جديده اليوم في مدينه تكريت وفي شوارعها الرئيسيه بخصوص موضوع مهم جدا اللي هو غلاء وارتفاع أسعار إيجار المحلات، اللي دا يسبب أيضا وينعكس سلبا على المواطن في ارتفاع أيضا البضاعة المقدمة في هذه المحلات. خليكم ويانا وهذه الجولة. بخصوص ارتفاع اجار المحلات، يعني احنا دنعاني كنا، يعني اليوم اذا هذا المحل ب 150 ايجار المقابل، من سواب 500 المقابل مباشره سواب 500، ماكو رقابه، ماكو من اي جهه حكوميه، يعني المفروض يعني من جهه المحافظه او المجلس او يعني المسؤولين عن هذا الامر انه يتابعون او يصير قضايا على هذا الموضوع، او حتى لو مثلا يصير توكيل محامين يتابعون بعض اصحاب الاملاك. يعني اليوم هذا ابو الملك يغلي على ذاك المصارف طبعا. اليوم حتى 1000 دينار واحد اغلى من الثاني، الصاحب المقابل ايضا راح يغلي 1000 دينار، الكل لازم سواسي. معناته اليوم يعني اليوم صاحب العماره او المحلات هو حر، لكن بالتالي المفروض انه اكو ضوابط، يعني اليوم اكو فد ضريبه، اكو تعليمات ما يرتفع عن هذا السقف، هو احنا لان بالتالي راح يضرر المواطن. هو احنا المفروض لازم تكون اكو ضرائب على اصحاب الاملاك، لان اليوم صارت فوضى. فوضى بالمجتمع بالاخص مدينه تكريت، يعني الكل الاغلب انه قامت تصعد الاسعار وقام يعاني، يعني الفقير اكو ناس يعني ما تبيع لها باليوم، تبيع لها 10,000 ما يلحق يطلع الاجار، يعني حتى فلوس عمال ما يقدر يطلع اذا صاحب مطعم او شيء. يعني انا كصاحب مطبعه يعني بالزهور الاجار مالتنا يعني حيل غالي، ماكو رقابه، ماكو احد يحاسب. انتم اليوم بايش ماجورين؟ احنا باليوم تقريبا يطلع 30,000، يعني بالشهر تقريبا يطلع يمكن 750 او الى اكثر، يعني ما نطلع حتى اجار العمال، يعني لازم تبيع، لازم ماكو رقابه. نتمنى انه يفعلون قانون الرقابه، قانون الضرائب، يفرضون ضرائب على اصحاب الاملاك انه يكون سواسيه بالاجار، وحتى العالم تعيش، حتى الناس تعيش ومحافظه، لان هذا بالتالي يأثر على المواطن، يأثر على المواطن، يأثر على صاحب العمل، صاحب الملكيه، صاحب اي شيء. ونتمنى
نتمنى الحفظ كل هالتكلفة إن شاء الله. شكرا. مستمرين مشاهدينا الكرام حتى أيضا نشوف بقية المحلات وأيضا نسألهم حول هذا الموضوع اللي مثل ما شفنا أنه ارتفاع غير ملحوظ في أسعار أو في إيجارات المحلات. متواصلين مشاهدينا الكرام بين أهلنا وناسنا وأيضا أصحاب المحال التجارية اليوم في الشوارع الرئيسية داخل مدينة تكريت، نسألهم عن موضوع ارتفاع الإيجار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني اليوم أكو ارتفاع ملحوظ وعالي بالنسبة لإيجار المحلات، أنتم اليوم شلون تتعاملون مع هذه؟ يعني أيضا تحتاجون إلى عمال، تحتاجون إلى تصرفون بضاعتكم؟ أكيد طبعا لازم نحن نصعد البضاعة، نصعد الأسعار. نعم. ويا الإيجار يصعد بالإيجار، يصعد الإيجار البضاعة تصعد على المواطن. تمام. أنتم اليوم بيش مأجر؟ يعني باليوم 65 لازم تدفع يومية، تحطها على صفحة يومية 65 تأجر. أكيد. يعني بالشهر تقريبا يعني مليونين. مليونين يعني تدفع بالشهر مليونين. هواي. ويا المولد، المولد 500، أبو الملك مليون، العمال 500، يعني مليونين. هواي. أكيد تكلفة. هواي تكلفة ما جاء تطلع، يعني الأمور مو ضابطة، يعني مو ضابطة، والوضع الشارع مو ماكو حل. زين هذا شلون ممكن نحلها؟ أنه اليوم صاحب الملك هو حر بملكه، ممكن أكيد. أنه يتصرف وأيضا يحدد الإيجارات المعينة، لكن هل اكو حل هذا الموضوع؟ رقابه، ضريبه، شنو المفروض انه يصير؟ المفروض هي الدوله، احنا ما نحكي على ابو الملك، هم حقه يريد يعيش. على المربع يعني متر المربع مال المحل ينحسب. نعم. 25 50 يعني مو ملايين، يعني يقع 700 600 800 مراضي، شيء مرضي. هذا يأثر على المواطن بالتالي؟ اكيد يأثر على المواطن، يعني هسه انت تاخذ هاي المستلب مكان ما بيعها ب 750 ابيعها ب 1000 وربع حتى اطلع ايجاري او الغذائيه، وكذلك كل البضاعه. ان شاء الله يوصل صوتك وايضا نلقى حل لهذا الموضوع. شكرا جزيلا اخوي العزيز وبالتوفيق. مشاهدينا الكرام، تأكيد هذا موضوع جدا يعني يعانون من عند اصحاب المحال التجاريه وايضا المواطنين والاهالي في مدينه تكريت، غلاء في الايجارات وغلاء في يعني اصحاب الملك دا يفرضون إيجارات جدا مرتفعة، وبالمقابل لا توجد هناك أي رقابة أو أي أنظمة تحدد المبالغ اللي المرسومة على المؤجرين. المفروض أنه يعني أكفت صيغة حل تكفل بها أما الحكومة المحلية أو الجهات المعنية بهذا الموضوع، البلدية أو الضريبة أو ما شابه من الدوائر اللي لها علاقة بهذا الموضوع. احنا راح نتواصل ونشوف أيضا مواطنين آخرين ممكن أنه يتحدثون بهذا الخصوص، خليكم ويانا. أيضا معنا مواطن، خلي نسألك عن موضوع ارتفاع إيجار المحال. اليوم أنت صاحب محل، مواطن يعني كاسر. نعم. لا والله أنا صاحب محل. نعم. نعم والله. موضوع ارتفاع الإيجارات بالنسبة. والله الإيجارات هسه كلش غالية، يعني هسه مجيء المحل ما تقول يعني إيجار المحل مليون. مليون. مليون، مو اللي يتحدها 150، عندك عامل 400. والبضاعة كلش غالية، يعني حتى ما يصرف لنا الإيجار كلش غالية. أنت محلك مال شنو اختصاص؟ محل ملابس رجالي. ملابس رجالي. أي نعم. هذه يعني كل هذه الأمور اللي أيضا بالإضافة إلى الإيجار، تقدر أنه تأمن أيضا مبلغ يساعدك بالمعيشة؟ تقدر تطلع مبلغ؟ والله نوبات تجي شهر نحط من جيوبنا، نوبات تجي أشهر نحط من جيوبنا، ما تكفي. انت مثل ما اقول لك الايجار غالي، الحق من النقليات، المولد، العمل. صح. تجي اشهر نوبات يحطون جيوبنا فوق البيع. انت ايضا كاصحاب محل حكيتوا مع اصحاب الملك انه يراعيكم بموضوع الايجار؟ ابو الملك تحكي وياه يقول لك هذا الايجار يعجبك يعجبك يعجبك، اكو 1000 مؤجر بتاع المحل مالتي. زين، جهات معنيه مثلا، جهات رقابيه؟ والله احنا كل يوم احنا المحلات نجمع ونقول نداعي انه بالدوله، نداعي بالمحافظ، نداعي باي احد انه يشوف لنا حل للايجارات. المحلات مجنب غاليه كلش، تتعب نص الصبح واقف وتشتغل وتروح وتجيب وتجي وما يصرف لك. السلام عليكم، شلون الاحوال؟ مبارك. سؤال سهل احنا عندنا على راسك، يعني هو يدخل بصميم عملكم، بيومكم اللي تعيشوه بعملكم اللي هو ارتفاع ايجار المحال. انتم كاصحاب محال شلون تتعاملوا مع هذا الموضوع؟
دا يأثر عليكم على بضاعتكم؟ طبعا هو بالنسبة للأجار كل ما يصعد على المحل راح ينعكس سواء على المواطن. المواطن كل ما احنا الإيجار تقريبا تتراوح من إذا محل باب واحد 500-750، محل بابين مليون مليون ونص توصل. هذا الشيء يعني أنا أشوفه غالي كلش. فوين راح ينعكس؟ احنا بالنسبة لنا ما نتضرر، اللي يتضرر المواطن. احنا القطعة اللي بدل ما نحملها 2000 صارت 3000 أو 4 حتى نقدر نسدد الإيجار. فعموما يعني هي المفروض أقل، والمفروض تصير تسعيرة من الدولة، تسعيرة واحدة مثلا على المتر، على حجم المحل، ما صار هيك على المكان. لا ماكو اي اجراء. المفروض انه تشوف انه لازم اكو هيك اجراء. هي بعد داعش بال 2017 حددوا التسعيره، صارت من الاستخبارات او من جهات الامنيه تسعيره على المحلات، بس بعدين اللغت ما التزموا بها. لا تمام. ايضا موضوع الضرائب ممكن يحد من هذا الارتفاع بالايجارات، يعني رقابة، القاء المقام، البلدية ممكن انه تحدد هذه المواضيع. هي مو الضريبة اللي تحد، وانما اذا يعني لازم تكون اكو رقابة من الدولة من جهة امنية معينة او دارة الضريبة حدد انه كل باب عليه هالقد او كل محل حسب حجمه. وهو مقياس للسوق يكون، اي مقياس للسوق الضريبة، يكون اكو واحد ثقة يطلع ويحدد، مو واحد يروح ويتفق ويا الجماعة وهاي. فلازم تتحدد من الدولة. بالنسبة لنا احنا ما نقدر نفرض على ابو المحل. ابو الملك يقول لك انا ملك، تريد اطلع ابقى، ما تريد اطلع ما ملزم. زين انا حاط بضاعة بكذا مليون، زين شلون اعوفها اذبها بالشارع؟ وين اطلع؟ خويا شلونك؟ لازم نسألك شلون صحتك انت؟ ما شاء الله هذا من سامر، قناة سامر، مهنتك حلوة، اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك، الله يخليك. يعني انتم ايضا اصحاب المهن اليوم، الخياطة يعني مصلحة في شارع رئيسي وحيوي، يتعانون من هذا الموضوع ارتفاع الإيجار؟ شيء أكيد يعني لازم نعاند، همين البضاعة نغليها وهذه. هسه الشرقاطة إيجاراتها أقل، شوف بضاعتها قليلة بخياطة الدشداشة وهذه. يعني شوف أنه اليوم تتفاوت الأسعار، وهي يمكن نفس البضاعة تتفاوت الأسعار، بس أنه هذا الإيجار يختلف عن هذا. اي طبعا. اليوم برأيك شنو الحل حتى نقضى على هذا؟ والله الحل مثل ما تتكلم، يعني لازم اكو مسؤولين من الدولة يعني يحددون هذا الشيء. مشاهدينا الكرام، بهذا العدد من المتحدثين من اصحاب المحل وايضا المواطنين نكتفي، وبخصوص هذا الموضوع المهم اللي ان شاء الله نلقى له فد حل ملائم أيضا يساهم في خدمة المواطنين، وأيضا يحد من الارتفاعات الملحوظة في أسعار أو إيجار المحلات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا لهذا اليوم من داخل مدينة تبريز. تقبلوا تحياتي أنا ياسر عدنان وتحيات المصور مصطفى الوحادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.